رح ناخذ هذا المثال. هذا المثال انا في عندي سيستم الاوبن لوب فانكشن تبعته، ترانسفير فانكشن تبعته، البولينوميال تبعها هو اس تو ذا 4 زائد 2 اس كيوب زائد 4 اس سكوير زائد 9 اس زائد 25 تساوي 0. هلا هذا السيستم خلينا نطلع عليه الان، هل هو ستيبل الان؟ موجود بس مش عارف. ما شيء في شيء نسيسري موجود بس انصرف. إذا خلينا ناخذ S to the 4 S to the 3 S to the 2 S S to the 3 راح أكل بالك يعني 1 4 9 25 ناخذ أول واحد 2 في 4 2 في 4 8 ناقص 9 1 ناقص نص نقص نص بعد اثنين نقص نص صحيح. وبعدين عندي اللي بعد 9 25 25 طبعا هو واضح ترانس ديفيس اصلا اذا هون احنا نطبق راح نحط كي بحيث انه السيستم يصير ستيبل واتاكد ايش قيم كي اللي بتخلي السيستم ستيبل، يعني ما في حاجه اكمل من هون السيستم هو اصلا نون ستيبل. راح نعمله الان هون راح اضيف قيمه كي. هلا كي هون انا مش عامل سبيد فيدباك، عامل زي اكسلريشن فيدباك. فراح تلاقي انه الفانكشن الجديده عندي صارت 2 اس كيوب زائد 4 زائد 2 اس سكوير زائد 9 اس زائد 25 تساوي 0. لاحظوا هون انا ما حطيت انت بالمثال اللي سالت عنه قبل شوي وين كان زادت الكي؟ زادت على 25. لو عملت سبيد فيدباك وين تنضاف الكي؟ على 9. لو عملت اكسلريشن فيدباك تنضاف. ما بيهمني شيء كثير، مهم انه هون هي بتغير هذا البروجرام انا تغير فيه. وهلا بسال الفاليو تبع كي اللي بخلي السيستم هذا ستيبل. لاحظوا انه كي زيرو ما خلى السيستم ستيبل، لما فحصناه كان ان ستيبل. اذا رح نحط هون نفس الشيء، رح نحط اس تو ذا 4 اس كيوب اس سكوير اس اس تو ذا 0. هلا عندي هون 1 2 هلا عندي 4 زائد كي وبحطها 4 زائد كي زي ما هي. انا عمالي بدي اشوف الشرط حتى يتحقق شو لازم تكون قيمه كي. وبعدين عندي 9 وعندي هون 25 وعندي هون 0. هلا نشتغل نفس الطريقه اللي اشتغلناها قبل شوي. 2 في 4 8 اذا عندي 8 زائد 2 ناقص 9 ناقص 9 على 2. عندي 8 ناقص 9 بصير عندي ناقص 1 على 2 مش هيك زائد كي مضبوط. اذا عندي هون ناقص نص زائد كي. اللي بعد 9 في 25 هي 9 في 25 ناقص 0 على 9 رح تعطينا 25 مضبوط. اللي بعد انا رح اضرب هذا الرقم في هذا الرقم ناقص 25. هذا الرقم في 9 رح يصير عندي ناقص نص في 9 ناقص 3 4 ونص زائد 9 كي هلا ناقص 25 في 2 50 على ماينس نص على ناقص نص زائد كي واللي هي تساوي هلا ناقص 4 ناقص 50 ناقص 4 هاي بتصير عندي ناقص 54 ونص زائد 9 كي على ناقص نص زائد كي. طيب رح احطها هون بس ستار عشان ما فيش مكان وهي رح اسميها هي نفسها ستار للمرة. هلا اللي بعدها رح تكون عندي هون زيرو واخر كمية رح تكون هاد في هاد ناقص زيرو على هذا 25 هون 25. إذا هلا هون السؤال اللي نسأله هذا السيستم حتى يكون ستيبل ايش الشرط اللي لازم يتحقق؟ ما في ساين تشينج. الساين تشينج هون هون الساين هون ايش؟ بوزيتيف. وهون بوزيتيف. اذا حتى يكون عندي حتى يكون السيستم ستيبل شو لازم تكون الساين؟ بوزيتيف. والساين هاي بوزيتيف. شو يعني هاي الساين بوزيتيف؟ ايش لازم تكون؟ اضربها اذا الشرطين لازم يتحققوا، لازم عندي ناقص نص زائد كي اكبر من زيرو وكمان الشرط هذا اللي هو ناقص 54 زائد 9 كي بدها تكون اكبر من زيرو ناقص نص زائد كي. الشرط هذا لازم تحققه والشرط هذا لازم تحققه. الشرط الاول سهل مش هيك؟ واحد ايش لازم تكون كي؟ واحد اكبر من النص. واحد اكبر من النص واحد ونص يعني او اثنين لا لا
هلا خلي الكي هون وقولوا للنص على الجهه الثانيه بدها تكون هو بده ياخذ اثنين اخذ اثنين بصير واحد ونص لا لا اذا شوف اذا كي كانت نص قديش رح تطلع النتيجه ناقص نص زائد نص صفر اذا كانت 0.6 قديش رح تصير 0.1 اذا كافي انه كي تكون اكبر من المينيموم يعني مش شرط يكون اي رقم يعني يعني اقل آه رقم من اقل رقم. رقم ايش اقل رقم ممكن يعني كي اذا كانت اكبر من نص معناها هاي تتحقق مش هيك اي رقم لكي اكبر من نص تتحقق هذه المينيموم هلا بدنا نطلع على الجهه الثانيه 54 كي زائد 9 كي لان احنا في عندنا شيء غلط بالاشاره في عندي شيء غلط بالاشاره ولا لا هاي 8 زائد 2 ناقص 9 ناقص 1 زائد 2 كي على 2 مظبوط الثانية الثانية اللي هي كي ناقص نص كي ناقص نص مظبوط وفوق عندي كي ناقص نص 9 فالكي بوزيتيف وما لازم تكون مظبوط هاي عندي مظبوط هلا هاي حتى تكون أكبر من نص كي على 9 أكبر من 54 نص بتكون ناقص 50 54 ونص زائد 9 كي يكون أكبر من زيرو. إذا هاي إحنا قلنا هذا بتحقق الشرط مش هاي أكبر من زيرو إذا هاي حتى هاي تكون إذا هاي كمان لازم تكون بس 9 كي أكبر من 54 ونص أو إذا كي بدها تكون أكبر من 54 ونص على 9 اللي هي بتساوي قديش تطلع عندي 6.05 طيب طلع هلا على تو انيكواليتي ك اكبر من نص وك اكبر من 6.05 ايش بستنتج من هذول الاثنين؟ لا هذول الاثنين اي واحده اي واحده الثاني الثاني مش هيك لانه الثاني بتحقق الاولى بس الاولى ما بتحقق الثاني اذا ك لازم تكون اكبر من 6.05 اذا كانت ك اكبر من نص بس واقل من 6.05 تكون هاي بوزيتيف مضبوط بس هاي ايش رح تصير؟ نيجاتيف اذا لازم تكون اكبر من 6.05 حتى يتحقق عندي والسيستم يصير انستيبل خلينا ناخذ مثال ثاني عليها